نعم. صار شي جديد معك؟ ما حكولك إذا طلعوا من البيت؟ ما طلعوا ولسه ما حدا خبرني. منيح، لكن خليك ناطر خبر. أنا رح أنهيها بأسلوبي. شو قصدك بهالحكي؟ شو بدك تعمل؟ ولك أنا ماني غبي، بعرف ما بدك تقتل رفيف. كيف؟ هالبنت حرقت لك قلبك مو قدران تأذيها. لحق قررت أخذ تاري بإيدي. يلا اقرا الفاتحة لروحها، لأنه رفيف ما رح تنفذ مني. ألو 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 حقير. لا مو وقتك هلا، بعد هيك افتح طريق. طول بالك، لا تأخذنا. لك يا غبي، يلا بعد افتح الطريق. يلا استنيني رفيف، أنا جاي. رفيف خانم، بتحبي شغل لك التكييف؟ لا ما بدي، شكراً. أني شوي عرفت أنه عندي أخ، مظبوط؟ صدقتي أني ما عم كذب عليكي؟ أنتي أختي ونظلي كمان. جيت لشوفكم بس ما قدرت أقرب منكم. حابب أحكي معك في شغلات ما بتعرفوها عن أبي. بدي شوفك لحالك وبس نخلص بنرجع القصر وبوس إيد أمي سلطاني وبتعرف على أختي نظلي كمان، وإذا بدك بتحكي لهم علي رح تعرفي. طبعاً إذا مالك حابة تخبي القصة. بترجاكي لا تكسري بخاطري، تعي مشان نحكي. Thank you.
يا روحي لا تبكي. يا روحي تيتا انت، تع يا عمري تع. خلاص يا روحي. ليش عم تبكي يا روح ستك؟ شو اللي فيقوا للحلو يا عمري؟ شو جعت حبيبي؟ خلاص يا روحي انت. عمران شبك ليش هيك متضايق؟ يعني معقول يضل عقلك عند رفيف؟ انت بتعرف بشو مرقنا يا جلال. كرم توفى، ورفيف ولدت عبكير، ومريم انهارت، واللي صار مع ابني. نحمد الله على كل شيء، ومنيح رفيف بقيت معي، لانه هي الشيء الوحيد اللي عم يخليني اقدر اتنفس وعيش بهالحياة. حلو، والله يخليكم لبعض، بس حاسس انه في شيء تاني صاير معك وما بدك تقلي، احكي لي اذا في شيء. هلا انت اكيد رح تقلي اني عم بالغ، بس في احساس جواتي عم بيقلي انه في شيء مو منيح. لا تخاف، ما في شيء عمران، رفيف طلعت تتفتل، مستحيل انه يصير شيء. لك اكثر من مره قلت لها خلينا نطلع وما تقبل، وبعدين رفيف مستحيل تترك مراد لحاله وتطلع. ما بعرف، في شيء غلط. لك يا عمران، رفيف بتكون فرحت بالسياره وحبت تتفتل فيها. بقى لا تبالغ. رح دق لها وروح لعندها، ما رح ارتاح غير هيك. روح روح، يعني اليوم كمان ما تهنينا بالقعده معك. تليفونها مسكر. ليش مسكر؟ بيكون ما في تغطية، فلا تتوهم وينشغل بالك. يا الله، إله ساعة عم يبكي وما عم يسكت، شو بدنا نعمل؟ والله خايفة عليه. إذا هيك بتهزي ما رح يسكت. وقفي شوي، أنا رح أقلك كيف. تعي خلينا نحطه بالبطانية ونهزه. ما في حل تاني غيره. وقفي. إيه ماشي، حطي شوي شوي، وبالأول سمي عليه. اهدى، خلاص يا روحي، خلاص. يلا احملي يا عمهلك. بسم الله. هزي. رفيف كتير طولت. ايه حدا بيترك ولد بهالعمر لحاله كل هالوقت؟ يعني بنتك كتير ذكية. هل شايفين؟ ليكو بلش يسكت، شكله نام فورا. شو رأيك نحطه على التخت؟ يلا بس شوي شوي ليوم. ماشي، يلا ارفعي على مهلك. بسم الله بسم الله. أنا رح أتصل برفيف. ماشي. يا الله دخيلك، طلع تليفونها مغلق، يمكن يكون شحن موبايلها خالص. وقفي، رح أتصل بالشوفير. يا الله دخيلك، وهذا كمان تليفونه مغلق. يا الله، الاثنين مختفيين، شو لوين بيكونوا راحوا يا ترى؟ والله ما بعرف. قومي ناخده للولد، والله ما عاد استحمل. قومي خلينا ناخده لعند الدكتور. وقفي، بالأول خليني اتصل بعمران. أنا قلت له الرفيف طلعت بركي حكى معها وراحت لعنده. أنا ماشي جلال، رايح على البيت، بتكون رفيف رجعت. نعم أمي. شو مراد مرضان؟ ابني مراد إله فترة عم يبكي كتير، وما خلينا شي ما عملنا له اياه، عم نهزه ونغني له وما عم يسكت، ورفيف مو هون، ودقينا له تليفونه مغلق. شو رأيك ابني ناخده لعند الدكتور؟ أنا جاي لعندكم أمي، ما بتأخر. جلال أنا ماشي. الله معك، ابقى طمني. ليكو جاي أبوك يا عمري. خلص يا قلب ستك وروحة، تقبر قلبي. ليكو جاي أبوك، خلص لا تضلك عم تبكي يا روحي أنت، لا تبكي يا عمري. يا الله دخيلك يا روحي. أنا ما قلت لك لا تتصل فيني؟ ما بتفهم؟ مو عيب تحكي معي بهذا الأسلوب وأنا عم دقلك لبشرك بخبر حلو؟ وشو هالبشارة؟ شوفي؟
رفيف صارت بعالم تاني وحبيت خبرك بهذا الشيء. شو؟ وقعت بنص البحر وصارت من الأموات. صار فيكي تعملي اللي بدك إياه. بدك ترجعي لحضن عمران ولا بدك تدقي وترقصي أنت حرة؟ أنا ساويت اللي علي. يلا مع السلامة. لفي منيح، هلأ بياخد برده بيمرض. شو كم مرة بدي إلك خلينا ناخده على الدكتور؟ الهوى النظيف رح يريحه، لا تضلي تحكي عن المرض كرمال الله سلطاني. لا 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 يا عمري لا. ليش واقفين برا؟ مراد ما كان يسكت، فقلت لحالي على الهوى بيهدى. خد ابني احمله. تعا حبيبي تعا. رفيف دقت لكم شي؟ لا لسه ما دقت، ونحن دقينا أكثر من مرة بس تليفونه مسكر. خلص حبيبي يلا اهدى، ليكو بابا جنبك. امي شو الاخبار؟ انا كتير منيحة واكتر من اي وقت. خلص امي خلصنا من رفيف، ابراهيم موتها. ايه آه يا روحي، نام دغري مع أبوه. هالأزعر طلع مشتاق لأبوه وأمه، ما كنا نعرف نسكته أبداً. بغياب أمه إيدينا ورجلينا تربطوا. اتصلتي بظافر أمي؟ معقول ما أتصل يا ابني؟ اتصلتوا أكثر من مرة، يعني كيف الاثنين بيخلوا الشحن موبايلاتهم سوا ما بعرف. غصون بدي نوري يجي لعندي بسرعة لو سمحتي. أمرك عمران بيك. طيب هي وطالعة كيف كانت؟ يعني رايقة ولا متضايقة؟ رفيف كانت مثل كل يوم عادي، حملت شنتايتها وطلعت. لا لا كانت غريبة علي. كيف يعني غريبة؟ يعني وهي وطالعة طلعت فيني وكأنها عم بتودعني، وحسيت قلبي عص ليكون صاير شي على بنتي يا عمران. خلاص لا تخافي هلأ منشوف. نوري تعال شوف. نعم عمران بيك، تأمرني بشي؟ ظافر أخذ رفيف خانم لتجيب غراض، ولهلأ ما رجعوا، فروحوا دوروا بكل المحلات، بمحلات الولاد، بالسوق، بأي مكان بيخطر ببالكم. يلا لك وين اختفيت يا محمود؟ بدي افهم ليش ما عم ترد علي؟ شو صار؟ رد عليك بعدين؟ لا خلص أنا عملت اللي علي، قلت بتصل وبخبره بس ما رد على تليفوني. خلص نحن رح ناخد البيت. ممتاز، قرارك عن العقل فيصل بيك. والله إذا بعدين هو ما عجبه أنا ما دخلني، يصطفى اللي يروح يدور على أحسن منه. كون على ثقة بهالسعر ما رح يلاقي أحسن منه. هي طبعا العقد معي هلأ، خلينا نوقع عليه وأنا بعدين بكمل باقي الوراق. ماشي هات لح توقع. أسير رح تضل جنبه وما رح تتركه ولا دقيقة. انت لا تاكل هم عمره. لساته نايم؟ ايه وبسابع نومه. يا علي عليه هلك من البكاء، وهلأ ان شاء الله ما بفيق لحتى ترجع امه. عمران كتير تأخرت بنتي، شو رأيك نخبر الشرطة عنا؟ يمكن ما لحاسة على الوقت وعما تتفتل وتركة موبايلها بالسيارة بلا شحن. هيك النسوان بس تروح على السوق بتلتهي كتير. لا تخافي سلطاني هلأ بترجع. خير عمران بيك، الشرطة بدون حضرتك. تفضلوا. هون بيت المدعوة رفيف؟ ايه أنا زوجها. شوفي اليوم صار حادث سيارة بالطريق على كتف البحر، وللأسف السيارة وقعت فيه، ومن السجلات عرفنا أن ملك لحضرتها. يا الله دخيلك تلطف فينا يا رب.
لا يا ربي رفيف يا عمري انتي روقي شوي قولوا انه ما صار لا شيء امسكوها معي رح توعى من طوله عمهلي سلطان رفيف طولي بالك شوي بالك طولي بالك اهدي الله يخليكي جيبوا لي بنتي ببوس ايديكم جيبوا لي بنتي يا عمري لا تتركيني رفيف ما فيك تمرق يا استاذ بعد برد فيك سمحت ممنوع تدخل يا استاذ يا عمري على جيد عمران بنتي لو سمحت عني لو سمحت ممنوع حدا خليك اهدي شوي رفيف يا عمري اتركوني بدي ادور عليها اتركوني خلينا نروح انتي طولي بالك عمران بيك وين مرتي وين مرتي عمران بيك روق شوي عم ندور عليها رفيف كرمال الله اهدي سلطاني شو بدنا نعمل غصون؟ برك الولد فاق وكان جوعان رفيف ما كان بده تعطيه ببروني هلأ بالبراد في شوية حليب منا نشربوا ياهن ايه طيب آه يا عمري مسكين كتير هالولد إن شاء الله ترجع أمه بالسلامة غصون أسيل رجعوا من هاتاي شو وين راحوا هدول؟ ما حدا منهم مبين شكراً حبيبتي شو وينكم غصون؟ معقول جايين من السفر وما حدا بيستقبلنا؟ يعني ما في حدا؟ انتو ما عندكم خبر يعقوب بيه؟ ما عندنا خبر بشو؟ نحن كنا بالطيارة وتليفوناتنا مغلقة شو في؟ رفيف خانم عملت حادث والكل راح لهنيك ونحن ضلينا عند مراد شو عم تحكي؟ شو؟ آه يا روحي يا روحي انتي ما بترجاكن لأقولي بنتي لا تتركيني وتروحي يا عمري سلطاني خانم لهلأ مو مبين شي طولي بالك إلا ما يلاقوها وينك يا روحي أنت وينك طولي بالك الدوريات تلقت نداء استغاثة وفرق الغطس بلشوا بالبحث فورا ولما وصلت على المكان كانوا مطالعينا كيف وقعت؟ سيارة كيف بتطير وتقع؟ يمكن شي واحد طلع بطريقة ومن الكواع الصعبة فقدت السيطرة على السيارة ووقعت بعد ما نخلص تحقيق رح أقول لحضرتك شو هو السبب بالضبط قلت لي لقوة فاضية كيف طلعت منه؟ البلور الأمامي مفجور واليميني مفتوح على الأغلب طلعت من شي واحد منهم شو كانت عم تعمل هون؟ نحن رح نعرف كل شي عمران بيك هلأ الشي الوحيد اللي بإيدنا هو إنه السيارة طلعناها ليش كانت هون وكيف عملت الحادث هذا الشي كله رح نعرفه بعدين بس رفيف ما بتسوق شوفيرها كان معها ظافر رح ندور على شخصين؟ يمكن بس على ظافر يعني يمكن تركها قبل الحادث رفيف راحت من البيت لتجيب أغراض ويمكن تكون هلأ بالسوق هلأ الحكي ممكن بس يعني زوجتك ما اتصلت فيك واحتمال كبير تكون لساتها موجودة ماشي ورح نلاقيها وينك يا عيوني وينك يا قلبي وينك أني بترجاكي اهدي رح يلاقوها لأختي سلطاني خانم ما سمعتي عمران شو قال لسه ما بيعرفوا مين اللي كان بالسيارة لا تعملي بحالك هيك طيب وين بنتي وين بنتي وين جاوبوني كانت رح تركض ركض على ابنها يا روحي انت هلأ لازم تضل قوي يا ابني
لا تقطع أملك بالله أبدا. ليك الشرطة عم تدور عليهم، بالأخير رح يلاقوهم. غريبة هالدنيا، المرة طلعت لتتسوق فجأة طارت ووقعت بالبحر. اي والله غريبة كتير. بس يعقوب في شي مانو تمام، اكيد في شي مخبى ورح نعرفه بعدين. كيف يعني؟ حياتي هلأ انت شايف مركز تسوق حواليه؟ اكيد رفيف في شي مخبيته. شو كانت عم تعمل هون؟ معك حق، الله اعلم شو كانت عم تعمل وابصر شو نيتها، لأنه الله كبير، اللي عملته لف ورجع عليها بالأخير، وهلأ رح يعرفوا حقيقتها. مسكين عمران، لك ما له حظ من النسوان منه. اي والله عمران غريب كتير فعلا، واللي بتزوجهم كمان أغرب منه. ديما كانت غريبة كتير ورفيف أكتر منها بألف مرة، مو كل الرجال محظوظين مثلي حبيبتي. يعقوب على الأغلب لقوا شي، رايح أشوف. ألو سيدي، لقينا هدول. هاتي ايديك، هدول غراضة. هدول لزوجتك؟ يا الله دخيلك من المصايب. دول غراب بنتي. طولي بالك، طولي بالك، الله يفتح عليك. خبرتوني من قبل؟ يعني أنا لازم أتصل لأعرف؟ لا تواخذينا ديما خانم، ما كنت بعرف أنه بتهمك القصة. عمران بيكون أبوه لابني، ولو أني عرفت من قبل كنت أجيت فورا. وينهم؟ ما في حدا؟ لا كلهم راحوا لمكان الحادث، والبيبي لهلأ ما كان يسكت، المسكين بده يرضى. كله بسببكن، انتو بالأصل ما كان بدكم بنتي أبدا، وهلأ قضيتوا على بنتي وارتحتوا على الآخير. كان كل همكن الولد وما همكن غيره، وقت ولدت خطفتوا لابنها. بس ما قدرتوا تجننوها لبنتي، ولهيك هلأ خلصتوا منها وقتلتوها. يلا تنام يلا تنام. ديما خانم شو نايم؟
ايه والله من شوي لنيمته. خبرته غصون؟ رفيف خانوم عملت حادث. ايه من شوي عرفت. ان شاء الله يلاقوها. مرحبا مراد، انا ديما. انتو بعمركم ما حبيتوا بنتي ولهيك هلا خلصتوا منها وقتلتوها، بس ما رح خليكم تاخذوا لي حفيدي. ما رح تاخذوا لي، انا ما رح اسمح لكم انكم تاخذوه. حفيدي رح يضل معي. يلا امي قومي، هل كتير من القعده. يلا تعي. عمران شو بكي؟ ما في شي، بس حبيت اطلع بعيونك شوي. طيب اذا بدك ما بروح، بحكي انا وجلال هون. لا حبيبي. طيب ما رح طول عليكي، انتي كمان ارتاحي شوي ونايمي منيح للفصعون، وبوعدك كل الوقت نكون سوا. عمران أختي هونيك هلا بهالبحر المعتم. قلي لا تبكي، أختك ما ماتت ورح ترجع لعنا. بترجاك أختك ما ماتت نزلي، بوعدك لاقيها وجيبها لعندك. ماشي يا حبيبتي. ليش تأخروا كل هالقد يا جلال؟ بيكونوا على الطريق، لا تاكل هم، هلا بيوصلوا. ليكن وصلوا أخيرا. ليش هيك تأخرتوا؟ وين بقيت العناصر والغطاسين؟ العناصر والغطاسين قربوا يوصلوا لهون، ورح نكمل من مكان ما وقفنا. انتو طول الليل ما عملتوا شي؟ عمران بيك، انا خبرتك انه نحنا ما بنشتغل بالليل، بس امبارح فتشنا كل الشط. شو لقيتوا؟ مع الاسف ما لقينا اي شي. صدقني عم نعمل كل اللي بنقدر عليه، بس ما ضل عنا شي كتير لنعمله هون. رح نعمل تمشيط اخير، برأيي انك ترجع على البيت وترتاح. ليك اذا ما عرفت وين مرتي وما فهمت كيف طارت السيارة ونزلت بالبحر، مالي رايح من هون ابدا. عمران بيك نحن عم ندور، بس لحتى نقدر نلاقي شيء نحن بحاجة لمساعدتك وهدوءك. هلا لو سمحت رجع على بيتك وتركنا نشتغل. عمران تعال. عمران خلص اهدى. ها
هالحادث مخطط له. رفيف طلعت على السوق، ليش لا تجي لهون؟ أنا متأكد إنه هي ما ركبت بهالسيارة وعم يحاولوا يقنعونا إنها ماتت. أخي كل شيء وارد، بس أنت لازم تهدى شوي. الملازم معه حق، لازم تروح على البيت وترتاح شوي، هيك أحسن. أنا بعرف مين ورا هالقصة، الواطي محمود وراها، ورح لاقي له الكلب. ولا يهمك، رح نلاقي هالواطي، بس أنت متحامل على الملازم، هو بيعرف شغله كتير منيح. أنت بالأول لازم تهدى وبعدين كل شيء بينحل، وثق فيني. عدنان لا أقولي محمود. أمرك عمران بيك. ألو قلي شو وينك محمود؟ لك كان عندي شغل. شو في؟ شو هالشغل هاد؟ صار لي من امبارح عم دق لك وعم يطلع تليفونك مسكر. لك شو دخلك؟ بدي اقدم لك كشف بتحركاتي يعني؟ ماشي، بتكون عرفت باللي صار معناته. احكي لشوف. شو في؟ سيارة رفيف وقعت بالبحر، صاحبك ابراهيم عمل اللي براسه بالاخير. لك انت شو عم تحكي؟ وين رفيف؟ ما بعرف، بتكون هلا بالجنة. لك انت شو عم تقوله؟ لك رفيف ماتت يعني؟ بحرق الدنيا عليه. انا بفرجي رفيف ما بتموت. ليه جبتوني على هالبيت؟ ما عم بفهم. لهلا ما عرفنا رفيف وين، وما حدا من هالعيلة اتصل تليفون. انا رايحة لعندهم ومستحيل اترك حفيدي بين ايدين هالعيلة. أمي وقفي شوي، هلأ بتروحي وبتعملي مشاكل، لسه مو مبين شو صار وعم تتهميهم. خلاص نزلي، انتي لا تتدخلي، أنا بدي روح وحاسبهم على عملتهم. شوفي بنتي، في أخبار؟ زوجة رجل الأعمال المشهور فقدت حياتها في حادث. توفت زوجة رجل الأعمال المشهور عمران بمنطقة قريبة من الفنير، وذلك في ساعات الظهيرة بعد خروجها مع سائقها من المنزل بهدف التسوق، حيث فقد السائق السيطرة على المقود لسبب مجهول لم يتم معرفته حتى الآن، ووقعت السيارة في البحر. ويذكر أنه تم العثور على السيارة التي وقعت في البحر ذات اللوحة رقم 34031، وتم التصريح من قبل مديرية الأمن على أنه لم يتم العثور على جثة رفيف يوروقان حتى الآن. طبعاً ما رح يلاقوكي. ما ضل شي بابا، رح يجي الدور على الباقيين وحسابهم قريب. شو هالمسخرة؟ عاملين المقال صفحة كاملة وكأنها هي أشهر وحدة بالبلد، ولو ما بيخجلوا رح يعملوا لها تعزاية كمان. يعني المخلوقة ماتت، ليش كل هالقد مهتمين فيها؟ حرام، ما بيصير تحكي هيك. شكراً، ما بيصير. حرام بس شو نعمل؟ الله يجعل مسواها الجنة. هلأ مرتك هي الكنة الوحيدة بالقصر، رح اعترف راحت الغالية وبقيت أنا. لا تقولي هيك، أنت الغالية. أنا رح أحط الكل بعيوني، أنت لا تاكل هم ورح يعرفوا قيمتي. وأنت لا تعمل لي فيها عواطف حبيبي، اشتغل شغلك لأنه هذا المشروع كمان انتهى. عمران ما عاد يقدر يوقف على رجليه أبدا، ووقتها البيت والشغل كمان رح يكونوا ملكنا يعقوب. رح شوف ابني واطلع فورا، لا تخلي حدا من العناصر يتحرك. في أخبار جديدة؟ مع الأسف
عمران، شفت الجريدة اليوم؟ شوف شو كاتبين. بحياتي ما شفت هيك مسخرة. يعني قتلوا رفيف وبكيوا عليها، وعشوي رح يعملوا لها جنازة كمان. أنا مرتي ما ماتت. إيه صار مع شي بس ما ماتت، ورح لاقيها ماشي. بس هي أخي لو سمحت، مرتي ما ماتت، مفقودة. منيح اللي شفناك بعدين. لك شو، أنا صار لي سنة مو شايفك يعني؟ ها؟ أنا قلبي محروق من جوا وأنت عم تلومني؟ تفضل، أنت مشغول وأكيد ما شفت الخبر. معلوم عندك شيء أهم من هيك وأبصر شو هو كمان. أرى لشوف. هالخبر مزبوط؟ إيه والله باينتو هالخبر مزبوط. يعني رفيف توفيت؟ خلاص ماتت؟ لك أنا شو بدي أعمل فيصل؟ شو بدي أعمل؟ لك معقول تروح قبل ما ألمس شعره؟ وقبل ما أمسك إيده؟ هاي مكافأتي لأني بحب؟ لك فيصل أنا ليش بدي أعيش بعد هلأ؟ ها؟ لك بس فهمني ليش؟ وينك يا عمري؟ وينك؟ بحبك يا روحي. وأنا بحبك كتير عمران. اجيت يا روحي، أنا قايمة وهي نيمته لمراد، عود ارتاح شوي. يلا يا عمري. اشتقت لماما مو؟ وأنا اشتقت لها. رح لاقيها وجب لك ياها. ما رح ربيك من دون أمك. ماشي يا عمري. جرهت إنه بنتي ماتت. قولي لي عن جد عم يحكوا؟ عمران قال لي لساتها عايشة. عن جد بنتي ماتت نعمت خانم؟ قولي لي ماتت. ليكي نحن بيضل أمننا بالله كبير. بس 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 شو نعمت خانم؟ عم بسألك إذا بنتي ماتت. أنت كيف بيطوعك قلبك تفكري هيك؟ الله يسامحك نعمت خانم. سلطاني أنا بعرف محروق قلبك، والله بعرف، والحكي ما رح يطفي نارك. بس ونحن كمان زعلانين، وعمران انتهى انتهى، وهلأ فوق قاعد عند ابنه المسكين عم يصبر حاله بريحة ابنه. الله الله يصبرنا ويعطينا القوة. شو قلك بنتي؟ يعني هلأ أنا بنتي ماتت؟ هلأ هيك بتتركني وبتترك ابنه؟ معقول تترك ابنه مراد يتيم؟ Ah!
يا رب تصبرني.